أنهت جنوب إفريقيا استعداداتها لإقامة حفل تأبين ضخم للزعيم التاريخي نيلسون مانديلا في استاد بلدة سويتو القريبة من جوهانسبرغ، والذي شهد آخر ظهور علني لمانديلا عام 2010. ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والجيش في أماكن متفرقة من العاصمة استعدادا للاحتفال، فيما أقام سكان بلدة سويتو التي احتضنت في السابق أحد بيوت مانديلا جدارا فنيا لكتابة رسائل المعزين إلى الزعيم الراحل. هذا الجدار سوف يكبر ويكبر، هناك بالفعل الآن ما بين 1000 إلى 2000 رسالة، لكن الآلاف سوف يأتون إلى هنا. وفيما تستعد البلاد للاحتفال الضخم، بدأ توافد قادة وزعماء العالم، حيث وصل إلى جوهانسبرغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، الذي زار منزل مانديلا بصحبة كبير أساقفة جنوب إفريقيا، فيما يتوقع وصول نحو 90 زعيما أجنبيا خلال السويعات المقبلة.